الحقيقة في ضوء كل يوم على معلومات لتنكشف الأكاذيب التي غيرت مجرى التاريخ، فيشاهد الناس في ذهول الحقيقة التي أن الرواية للتاريخ والحقيقة لم حقيقة بالمعلومات المغلوطة. يطرح الكاتب والمؤرخ في كتابه تاريخ أكاذيب التاريخ التي صدقت حتى يومنا هذا. يتعرض كانت به أيضا إلى الأكاذيب التي أشعلت حروبا في القرن الحادي، وإحدى هذه الأكاذيب وفقا لي أخرى التي قالت أن يمتلك أسلحة تدمير شامل، وأن الولايات المتحدة غزت البلاد لتدمير هذه الأسلحة التي يفترض أنها تشكل خطرا على تجلب الديمقراطية إلى البلاد. له أن يعترف بهذه الحقيقة، فالحقيقة أنه لم تكن هناك أسلحة دمار شامل في التاريخ. عام 2010 للكاتب ألكسندر كاندوتش لتضوء هذه الكذبة شرارة الحرب على العراق في 2003. قال رئيس الوزراء البريطاني توني استنادا معلومات استخبارات قدمها جهاز الاستخبارات البريطاني عن طريق تقرير لجنة تشيلكوت الذي أصدر اللجنة الرسمية التي عينها البريطاني للتحقيق. أما فيما يتعلق بجرم الحرب على العراق وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لقد تمت أي، وقد كانوا يعرفون أن هناك أي أسلحة. قدمت كل هذه من أجل حرب العراق التي شرق بوش شرق الإسلامي بسببها من الدماء مدة. كتب سيوم وهو صحفي إقصائي في شؤون الشرق في مقالته التي نشرت في غارديان الاستخبارات البريطاني ووكالة المركزية CIA عام العسكري والإرهابية في إذا لا يعد مكافحة للإرهاب. حدث بمقالته عن كيفية تحقيق المنظمات الإرهابية مثل داعدة على الأراضي في سوريا وأخرى ليبيا عن طريق العمليات العسكرية والبريطانية. بينما كان في الماضي لا تقال سوى كذبة واحدة أو حفنة قليلة من الأكاذيب خلال القرن الواحد، تقال في كذبة جديدة وتنتج عن كارثة ثقة مختلفة. كما أن في التقديم مثل ما كان الأمر في الماضي، إذا ملازمة عقيدة التي تقول أخبر بكثير بما يكفي وسيصدقها الناس، والتي بشر بها يوزف غوبيلز الدعاية السياسية السمعة النازية، يكفي لتخدير التي لا تسعى إلى أهداف أو وتجنب الفكرة. نتمنى 2007 العام الذي يستمر بأكاذيب هذه الأكاذيب ويحكم بعدم صلاحيتها وعدم عن طريق جميل. ندخل عهدا تقف فيه الأكاذيب المختلقة المسؤولة أساتيما الذين تكبدوا المعاناة والدمار الذي واجهته عشرات الحضارات مع أصل العدالة. عهدا تقات فيه طريق الأكاذيب بل
والعدل.